نرجع تاني مع بعض وعندي شويه اخبار سريعه كده وبعدين نقرا بعض الرسائل رغم الرسائل كلها نقد قوي جدا فمش عارف هعرف اقرا الرسائل دي ولا لا ولكن هنحاول كده نفلتر شويه الرسائل ونهدي الدنيا. حمص يمنح اداره الاسماعيلي مهله اخيره قبل الشكوى لاتحاد الكوره. حمص ليه مستحقات ما خدهاش والراجل بيحب النادي الاسماعيلي جدا وبيقدر جمهور النادي وبيقدر اسماعيليه فمش بقاله فتره مش عايز يقدم شكوى لكن مفيش استجابه من المسؤولين في النادي الاسماعيلي فبيقول يعني يا جماعه ما تنسوش مستحقاتي عشان انا يعني بحب اسماعيليه وبحب النادي وبحب الجمهور فما ينفعش برضو ايه ما يبقاش في تقدير من النادي الاسماعيلي وما يتصرفش مستحقاتي فمدي مهله كده لغايه ما يشوف ايه اللي هيحصل. دكتور محمود مشاري رئيس نادي الاتحاد اجتمع بلعيبه الاتحاد لشرح ظروف النادي الماليه عندهم بعض المشاكل الماليه كده وطالبهم بالصبر لغايه ما الدوري يرجع عشان الشركه الراعيه تبدا تصرف تاني المستحقات. علاء علي لاعب نادي سموحه الحالي يعني رد 1,000,000 جنيه كان واخدهم من نادي سموحه عشان يجدد عقده وهينتقل الى نادي طلائع الجيش في الفتره القادمه. كابتن حسام حسن بيقول لجماهير الاتحاد مش همشي من نادي الاتحاد غير لتدريب المنتخبات وفي مباراه وديه بكره امام كفر الشيخ بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري. طيب احنا هنستنى اتصالاتكم حطوا لي بقى كده يا جماعه التليفونات على الشاشه اتصالاتكم و رسائلكم من خلال 91173 والاتصالات بقى زي ما انتم شايفين محمول 2201 والخط الارضي 0900-91-01. طيب نبدا بقى ايه الرسائل. مساء الخير يا كريم انا متفائل بالمدرب الاجنبي بالاخص انه ما خدش ولا بطوله. نجيب زيدان من كفر الشيخ بيقول يعني حسن شحاته. تامر عيد برضو نفس القصه من اسكندريه. ابو شهاب بيقول يعني نتمنى ان اختيار المدرب الاجنبي يكون يعني المهم انه يفيد المنتخب. محمد من اسيوط بيقول السي في بتاع هيكتور كوبر مش وحش. لا هو السي في كويس على فكره بالنسبه لهيكتور كوبر بس احنا بنتكلم على المعايير اللي كان حاططها اتحاد الكوره ان هو عايز حد عارف الكوره المصريه او الكوره الافريقيه. الراجل ما اشتغلش في افريقيا خالص قبل كده. انا عمر اسماعيلاوي موضوع عمرو الصقليه وصل لحد فين وعايز اعرف نتيجه ومش مكمل الرساله. ناصر حلمي البديري بيقول ازيك يا كابتن كريم رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اصروا على المدرب الاجنبي. طيب رمضان ابو سعده من البحيره بيقول بركه يا جامع والله كنت قلقان على حسن شحاته من تدريب المنتخب ان الظروف مش هي الظروف واللعيبه مش زي اللعيبه. طيب يا كريم هو اتحاد الكوره لو اختار المعلم لقياده المنتخب كان حسام البدري ناوي يعمل ايه في اتحاد الكوره وكاتب كده حاجه بس مش هقدر اقولها يعني. خالد الابيض ده اسمه خالد الابيض. خالد الابيض بيقول رسائل جامده شويه. حسين حواش برضه بيقول حسن شحات انا احمد المدرب المصري افضل من اجنبي عشان كان عندنا مدرب اجنبي وما نفعش. رامي شعير من دمنهور مش عاجبه قرار اتحاد الكوره. انا بفلتر الرسائل يعني. مساء الفل يا كريم اتمنى من الله ان يتم ادراك قانون مش عارف الرياضه ادراك بند في قانون الرياضه بس مش مكمل الرساله. انا نبيه من المحله حرام عليكم منتخب مصر اتحاد الكوره. عبد الشافي العالمي الزملكاوي حسن شحاته. طيب ناخد تليفون معانا مين. عادل من اسماعيليه. ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا بحضرتك يا كريم. اخبارك ايه؟ انا مبسوط من البرنامج بتاع حضرتك ومعجب بحضرتك. الله يخليك يا باشا. اكتر من مره حبيبي. الله يخليك يا عادل. انت عامل ايه؟ حضرتك انا من اشد المعجبين بكابتن وليد صلاح الدين. الله يخليك. كابتن وليد محلل جامد جدا. تمام. الله يخليك. انا حضرتك عندي ليا استفسار. بص اهم حاجه بس يعني لو هنتكلم هننتقد او هنشيد من بدون الفاظ. لا يعني نتكلم بشكل محترم وهادي انا عشان نكمل المكالمه يعني. تمام. انا مخضوض عشان داخل اول مره اخش على قناه. لا اتفضل يا باشا. تمام اتفضل. حضرتك انا عايز اقتراح يعني. قالوا من اهم الناس اللي هي بتيجي لمنتخب مصر لازم تكون دربت افريقيا. افريقيا ده ما دربش في افريقيا ما عرفش منتخبات. فمش عارف يعني هم بيحوروا علينا ولا بيشتغلونا ولا ايه مش عارف. يعني في النهايه تاني حاجه المفروض ان المحلل المدير الفني للمنتخب كان كابتن فاروق جعفر وكان عامل شغل حلو قوي. راح فين كابتن فاروق جعفر؟ كان مدير فني لاتحاد الكوره مش مدير فني. تمام مدير فني. هو حصل اقاله لكابتن فاروق من فتره كده اتحاد الكوره. تمام بس المشكله حضرتك تمام
ان عندك يعني اغلبيه المنتخبات نزلت، مفيش منتخب كمل. فايه يعني مش عارفين المشكله، مش عارفين المشكله. احنا كده كده يعني هنعتبر التصفيات بتاعت 2016 ل 2017 مش هنخش فيها، هنخش فيها منظر كده. لا ربنا يكرم ان شاء الله. بص ده في النهايه بعد ما القرار اتاخد لازم يعني نساند المنتخب وندعمه في اي موقف. حضرتك انا كلام حضرتك على عيني وعلى راسي، بس حضرتك يعني المدير الفني المنتخب الاجنبي هيبقى جاي لسه عدلت متعرف على اللعيبه ويدرسهم وكده، هياخد وقت كتير. طبعا اكيد تمام. فالمدير الفني الوطني تمام عارف يعني اقل ما فيها، عارف اللعيبه فين، عارف الخط الوسط فين كويس، وعارف الدفاع فين كويس، وعارف الانديه. فمش عارف، ربنا يكرم ان شاء الله. عادل انا بشكرك شكرا جزيلا. عادل من الاسماعيليه. طارق معاك يا كريم. افتكر الرساله دي مش هنوصل ولا الافريقيا ولا الكاس العالم. انا علي من الشرقيه. بحب يا كريم، كان نفسي المعلم. محترم قوي. احمد محمد الدندراوي من البحير. الشيف عمر جويده زملكاوي صميم. الدوري للزمالك من المحمودية. كان يفضل مدرب فني على دراية كاملة بالكرة المصرية والأفريقية، خاصة ريكارد نجح مع برشلونة وفشل مع المنتخب السعودي. ده هاني إدريس من اليونان. مسعد السيد معانا من الشرقية. ازيك يا أستاذ مسعد؟ كابتن كريم أخبارك يا أستاذ مسعد؟ الحمد لله. كنت منين من الشرقية؟ أنا من الزقازيق. من الزقازيق نفسها؟ لا يعني من بلد سياحة كده، من ديارب. ديار بنجم. ديار بنجم. طب ما تقول يا عم، انت مكسوف ولا ايه؟ لا عادي، ايه المشكله وتقول ديار بنجم بلد جميله جدا يعني. انت حضرتك تعرفها؟ طبعا انا رحت الشرقيه كلها. حاجه تشرفنا. رحت الحسينيه ورحت فقوس ورحت ديار بنجم ورحت الشرقيه الزقازيق نفسها، لفيت لفه جامده يعني. حاجه تشرفنا والله. الله يخليك، الله يخليك يا مصعد. يعني قول ايه رايك في اختيار اتحاد الكوره النهارده لهيكتور كوبر؟ والله بص انا يا كابتن، انا شايف ان الكابتن حسن شحاته يعني مش مجامله لحضرتك، بس هو احسن مدير فني للمنتخب في الوقت الحالي. يعني بصراحه يعني هو عارف اللعيبه وعارف الدوري، واي مدرب اجنبي انا مش موافق عليه طبعا، مش يعني رايي متواضع كده بس. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا مسعد، شكرا جزيلا. طيب نكمل رسائلنا كده لغايه ما يجي لنا تليفونات ثانيه. عماد عبد المجيد من ديرود برضه مش عاجبه القرار. يعني رسائل كتير جدا، بس ايه الواحد بقى مش عايز يقعد يقول كل الرسائل اللي جايه بالطريقه دي، عشان ايه ما تقولش ده عاملين الرسائل دي متظبطه. لكن هنحاول ناخد كم كبير من الرسائل. طيب هل يا كابتن كريم الزمالك هيرجع الدوري بنفس القوه؟ ده احمد بهجت الزملكاوي. والله يا احمد يعني هنستنى ونشوف، ما نقدرش نحكم ان كل الفرق كانت في فتره راحه، بس الزمالك عنده فرصه كويسه ان هو هيلعب في افريقيا قبل عوده الدوري، فدي حاجه كويسه. مجدي النقيب من اسيوط وبرده يعني بيقول لنا اهتموا شويه باخبار النادي الاسماعيلي، و بيرشح كابتن حسن شحاته، او كان بيرشح بقى كابتن حسن شحاته. واحد بيقول لي كريم باين قوي زي الشمس موضوع كوبر ده مش هيتم، وده كوبري عشان كابتن حسام البدري يمسك المنتخب. ان بيقول لي كاتب في الرساله ان المنتخب هيلعب مع كينيا كمان اسبوع، فمسكين كوبر كده يعني منظر. طيب كابتن اسلام يوسف طبعا حارس مرمى نادي الترسانه السابق ومدرب حراس المرمى الحالي طالب المداخله. ازيك يا كابتن اسلام؟ ازيك يا كابتن كريم، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا كابتن اسلام، اخبارك ايه يا كابتن اسلام؟ كله تمام الحمد لله. ايه اخبارك؟ ايه طالب المداخله، في حاجه خير ولا ايه ولا شر؟ خير يا كابتن كريم. يعني انا عايز بس يعني انبه في يا جماعه، في مدربين من بره الاهلي والزمالك موجودين. يعني احنا هناخد فرصتنا امتى؟ احنا يعني احنا بنتعلم، ويعني انا واحد معايا بكالوريوس التربيه الرياضيه، اتعلمت ليه؟ باخد التربيه الرياضيه ليه مع اللعب؟ يعني الحمد لله الواحد كتاريخه كلاعب يعني الحمد لله. كنت اتمنى ان انت تكون موجود تمسك المنتخب يعني يا كابتن اسلام؟ يا كابتن ده طموح مشروع لاي حد. ماشي يا كابتن. النهارده لما تيجي مثلا هم في اتحاد الكوره بيقولوا احنا بناخد المدربين وخدنا المدربين على معايير والكلام دوت. ماشي. طب احنا قدمنا قبل كده ومع الدكتور عمرو ابو المجد وكانت معايير وما اتاخدش بيها. الله يعني هي لما ابقى انا عايز فلان بتبقى بمعايير، مش عايز فلان ما تبقاش بمعايير. ولا انا علشان مثلا انت كنت مرشح يعني؟
كابتن، ما في كان في ترشيحات والكلام ده كله. ماشي يا كابتن كريم، النهارده انا عندي لجنه مدربين في الاتحاد. لا والله معلش، خلينا متفقين يا كابتن اسلام، يعني بص اللجان اللي بتتعمل والحاجات دي كلها، يعني سوري في الكلمه اقص، النهارده ما تاخدش بيها، يعني ما تاخدش بيها. يا كابتن كريم انا عايز اقول لحضرتك حاجه. معلش يعني احنا بنقول اللي قالوا ان هو عايزين مدربين لهم ايه خبرات في افريقيا والكلام ده. ماشي، مع احترام لاي مدرب في العالم، مفيش حد هيبقى معاه خبره في افريقيا مثلا زي كابتن حسن شحاته، مش عشان والدك يعني انا بجامل او الكلام ده. راجل واخد 3 بطولات افريقيا، مفيش حد عملها. تمام ماشي، انت بتجيب لي مدرب مسك منتخب ما اعرفش ايه، ما عملش نتائج، ما خدش بطوله. خلاص دي حاجه. طب انا مثلا مش عايز اجيب مثلا الكابتن حسن شحاته، طب ما في واحد زي كابتن طارق العشري موجود. يعني الراجل عامل نتائج ومن بره الاهلي والزمالك، وكان بيتغلب على الاهلي والزمالك واخد بطولات من الاهلي والزمالك. يعني ولا هو علشان من بره الاهلي والزمالك ما يجيش، ما تنطبقش عليه المعايير؟ طب ما كابتن حسن شحاته قبل ما يمسك ما كانش تنطبق عليه المعايير، لكن الراجل لما اشتغل وخد فرصته واخد 3 بطولات. الطبيعي ان انا لما باجي اجيب مدرب ان انا يعني خلاص بقى، يعني بجيب مدرب ان هو مدرب راجل شغال كويس وله نتائج كويسه مثلا في الوقت اللي هو مثلا دوري محلي او في بطوله محليه نجح فيها، لازم ياخد فرصته. يلا ربنا يكرمك يا كابتن اسلام. معلش بس يا كابتن، يعني انا عايز اقول لك بس، يعني احنا عايزين يعني يا جماعه حطوا لجنه مدربين في الـ ما بيتاخدش بيها يا كابتن، اسلام ما بيتاخدش ولا معايير ولا الكلام ده، ما بيتاخدش كله يا كابتن كريم، كلام بيتقال وبعد كده ما بيتطبقش. طب وبعدين يعني كان دكتور عمرو ابو المجد كان حاطط معايير قبل كده لاختيار مدربين في منتخبات يعني الناشئين يعني والشباب، ما حصلتش. يعني انا لما اجي اقدم في اي منتخب يا كابتن كريم اكتب بالسي في بتاعي انا اعرف فلان واعرف فلان وفلان صاحبي وفلان عزمته وفلان، ما هو ده السي في بتاعي اللي انا اكتبه؟ ولا انا اقول مثلا انا اسلام يوسف لعبت مثلا واتخذت في منتخبات مصر كلها ولعبت في نادي ودوري ممتاز وانا مدرب خدت بطولات والكلام دوت ومعايا بكالوريوس التربيه الرياضيه دبلوم الدراسات العليا تزيد تخصص. بص يا كابتن اسلام برضه عشان ابقى متفق معاك برضه، يعني بيني وبينك كده، يعني احنا ماشيين في حاجات كتير غلط، لكن برضو مش بقصدك انت او بقصد حد معين، انا لكن مش انا بقول لك انا هكلمك بس هقول لك حاجه. المنتخبات برضو ليها اللي يمسك منتخبات سواء مدرب عام، مدير فني، مدرب حراس، اداري، ليها تركيبه خاصه غير الانديه. انا مش بقصدك انت او بقصد اي حد، فمش معنى ان حد مثلا دارس كويس او عامل نتائج كويسه محليا او كذا يبقى هو لازم يبقى مدرب حراس او مدرب منتخب مصر، فاهم قصدي؟ بيبقى ليها مواصفات، بس احنا مش يعني احنا مش ماشيين بالمواصفات دي في مصر يعني، لكن بيبقى ليها مواصفات. مدرب المنتخب ده تبقى اعلى حاجه في البلد، بيبقى ليها مواصفات معينه. مش قصدي انت عشان ما تفهمنيش غلط او قصدي حد تاني، انا بتكلم كابتن كريم بشكل عام. كابتن كريم انا فاهمك وكل حاجه، له مواصفات خاصه. المواصفات دي احنا هنا عندنا في مصر ما تنطبقش غير على 2، على الاهلي والزمالك. انا في تاريخي كلاعب انا عملت ايه كلاعب، طب انت مدرب عملت ايه؟ ماشي، ما انت بتمرن في احسن ناديين في مصر، احترام الكل انديه مصر. انت بتمرن، الطبيعي جدا ان انت تاخد بطوله واثنين وثلاثه و10. طب انا واحد زي او زي فلان او علان من بره الاهلي والزمالك، سيبك انا من اسلام. انا قاعد بفحط في الصخر وبتعلم واخد دورات، وفي الاخر ان انا لما جات لي الفرصه في نادي بره الناديين دول نجحت وخدت بطولات. وكان لنا الحمد لله بصمات مع الناس اللي احنا شغالين معاها. طب ما اخدش فرصتي ليه؟ يعني ليه؟ ما انا النهارده انا بعمل نجاح يعني بره الامكانيات دي الكبيره دي كلها، طب ما اخدش فرصتي ليه؟ ولا علشان انا ما اعرفش فلان وما كلمتش علان والكلام ده، انا بخلي شغلي بس هو اللي بيتكلم عني؟ لكن للاسف الموضوع ده في مصر مش هينفع. تمام، انا بشكرك شكرا كابتن اسلام يوسف، طبعا حارس مرمى نادي الترسانه السابق ومدرب الحراس الحالي. نروح الناحيه الثانيه لاحد المشاهدين، حارس من القاهره. ازيك يا حارس؟ الحمد لله. ايوه يا كابتن كريم. انت صغير يا حارس في السن. كام سنه؟ 15 سنه. ازيك يا حارس، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ساكن فين في القاهره؟ انا في الخصوص. في اكتوبر، 6 اكتوبر، جنبنا يعني.
عايز تقول ايه في قصه المدير الفني؟ انا معجب قوي ببرنامج حضرتك. الله يخليك يا حارس. متشكر. شايف ان في ناس كتير قوي بتنتقد، بس انا كان نفسي يعني المدرب يبقى حسن شحاته برضه. طيب ماشي، بشكرك يا حارس، شكرا. طيب عبد الفتاح كباش من شمال سينا، اخبار الزمالك ايه وشيكابالا؟ احنا لسه من شويه قلنا اخبار الزمالك، انا علي زملكاوي من الشرقيه وعايزك تستضيف هداف الزمالك. هداف الزمالك اعتقد اللي هو كابتن عبد الحليم علي، انت تقصد كابتن عبد الحليم علي. طيب خالد من دمياط، ان شاء الله المدرب هيكسب مصر الفتره الجايه. علاء ابو قايد من اسيوط منفلوط، يا كريم انا زعلان منك علشان كل يوم ببعت لك ما بتقراش رسالتي، والله يعني بيبقى في رسائل كتيره بحاول اقرا اكبر كم. احمد عزت من بني سويف بيقول كان نتمنى حسن شحاته. طارق الغمراوي زعلان من اتحاد الكوره، مش يعني بيقول كده نقد لاتحاد الكوره. حسين الطنابي من اسوان بيقول ليه الزمالك ما لعبش في ملعبه ويوفر 120 الف جنيه؟ الامن، الامن يعني رافض القاهره. مجدي النقيب من اسيوط برضو، كان بعت لنا مجدي النقيب، انا قلت رسالته من شويه، دي رساله ثانيه. مش ده بالنسبه لرسائلنا في 913 9 9 1 1 7 3، هنقرا برضو بعض الرسائل الثانيه بس عقبال ما الصفحه تفتح، بس بنعمل ريفرش كده معلش. طيب حرام المنتخب حقل تجارب، ده محمد سمير. ايمن ابو النيل من بلبيس شرقيه. حسن شحاته مين مدرب منتخب مصر؟ المزياني. طيب معايا الكابتن اسامه نبيه مدرب منتخب مصر. كابتن اسامه الف مبروك. كابتن اسامه الله يبارك فيك يا كابتن كريم، ازي صحتك ووحشني كتير والله. الله يخليك كابتن اسامه، لسه من شويه كنت يعني بقول الجهاز الفني اللي قرره النهارده او حدده اتحاد الكره المصري، وقلت ان كابتن اسامه نبيه هيكون عليه حمل كبير جدا ان هو المصري الوحيد في الاطار الفني كمدرب يعني. طبعا في كابتن احمد ناجي، بس كابتن احمد ناجي هيبقى مختص بحراس المرمى، فقلت ان كابتن اسامه نبيه هيبقى عليه حمل كبير جدا ان الراجل جاي معاه اتنين مساعدين، واحد مدرب احمال وواحد مدرب عام، مش عارفين اللعيبه في مصر، فاسامه نبيه هو اللي هيختار وهو اللي هيعرض على المدير الفني، فعليه دور كبير جدا في الفتره القادمه. يعني الحمد لله يا كابتن كريم، بشكر كل المجلس اتحاد الكوره وبشكر كل الناس اللي وضعت ثقتها فيا، وفعلا زي ما انت بتقول الحمل كبير جدا والحمل تقيل جدا. لكن يا رب اتمنى ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظن مجلس اداره اتحاد الكوره، واكون ان شاء الله عند حسن ظن الكوره المصريه بيا ان شاء الله، وان شاء الله يجعلنا ان شاء الله سبب ان شاء الله في عوده الفرحه مره ثانيه لجماهير الكوره المصريه اللي مفتقدينها بقالنا فتره كبيره. فبتمنى ان انا اكون عند حسن الظن، وبشكر كل اللي اتكلم عليا كلمه حلوه، بدايه من الكابتن شوقي غريب اللي كان ليه كمان جهد كبير جدا في ان انا اكون متواجد مع الجهاز اللي هيبقى متواجد الفتره اللي جايه. فبشكرهم الحقيقه شكر كبير، وهي دي كانت فعلا الروح اللي احنا كنا بنشتغل بيها خلال المرحله اللي فاتت. تخيل مدير فني اللي انت كنت بتشتغل معاه في المنتخب السابق بيرشحك مره ثانيه ان انت تكون ضمن المجموعه اللي هتتولى القياده الفنيه لمنتخب مصر الفتره اللي جايه، فالحقيقه بشكره. وبشكر كل اللي اتكلم الحقيقه كلمه حلوه في المجلس اداره، واكون ان شاء الله عند حسن الظن بيهم ان شاء الله. لا بالتوفيق يا كابتن اسامه ان شاء الله، بس عايز اعرف مين اللي كلمك وقال لك يا كابتن اسامه انت هتمسك منتخب مصر او هتكون موجود في الجهاز؟ والله انا كان عندي شغل النهارده مع فريق الانتاج الحربي، انت عارف انا المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، وانا طلعت من الملعب بعد ما طلعت الملعب لقيت كم تليفونات كبيره جدا، تليفونات مختلفة والمواقع، وكان يمكن في بعض البرامج التلفزيونية اشتغلت. حسيت ان في حاجة مش طبيعية. في ايه؟ ما انا قاعد بقالي فترة ما حدش كلمني. لا الناس انت عارف الحمد لله الواحد يعني الناس بتكلمه وكل حاجة، لكن حسيت ان في كم غير عادي من التليفونات المكالمات. ايوه. فطبعا مع أول مكالمة لقيت مهيب طبعا زميلك العزيز في الاعلامي مهيب الحياه، فقال لي مبروك اسمك النهارده خرج من مجلس اداره وانت متواجد مع الجهاز الفني الجديد، اللي انت عارف دايما في كل واحد كده بيعرف ليه مصادره، بيعرف يطلع الخبر على طول من المصادر يعني. ايوه. فكان ده اول حاجه،
بعدين لقيت بقى توالت المواقع و طب يعني ما حدش كلمك من اتحاد الكوره يا كابتن اسامه لغايه دلوقتي؟ لا انا انت اتكلمت مع يعني كان العميد ثروت سويلم مدير التنفيذي للاتحاد اتكلمت معاه والحاج محمود شامي والكابتن احمد مجاهد والكابتن حسن فريد. الحقيقه يعني انا طبعا لما بيجي لك خبر لابد ان انت طبعا بتتاكد يعني بالظبط فلقيت ان كله الحمد لله يعني وضعوا ثقتهم فيا ويا رب اكون عند الثقه ديت. وبشكر تاني كل مجلس اداره اتحاد الكوره ويا رب اكون يعني نواه صغيره تساعد ان شاء الله رجوع الكوره المصريه ان شاء الله المرحله اللي جايه باذن الله. كلنا واثقين فيك يا كابتن اسامه ان شاء الله وبالتوفيق. بس يعني هتسيب الانتاج الحربي بقى ولا ايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ انا الحقيقه كان من ضمن الحاجات اللي يعني انا ما اتعاقدت مع الانتاج الحربي وانا كنت قايل لهم في حاله رغبه اي منتخب من المنتخبات يطلبني اكون الاتفاق يعتبر يعني يعتبر بيني وبينكم بشكل ودي يعتبر منتهي، ولكن انا متواجد مع الانتاج الحربي. والحقيقه انا بشكرهم شكر كبير جدا، شكر جزيلا جدا للمجلس الاداره كله برئاسه اللي هو ماهر كوشبا. الحقيقه لما اخترتهم قلت لهم انا متواجد معاكم لحد ما ان شاء الله تستقروا على مدير فني جديد وانا اسلمه الفرقه بشكل كويس ان شاء الله ويكون لكم نصيب باذن الله. وهم عندهم من الامكانيات الحقيقه مجلس اداره محترم ومؤسسه ومنظومه كبيره عندهم من الامكانيات اللي تساعدهم ان شاء الله ان هم يعودوا مره ثانيه لوضعهم الطبيعي برضو في الدوري الممتاز. هتبدا من امتى بقى مع اتحاد الكوره يا كابتن اسامه مع المنتخب؟ والله انا طبعا هيبقى في انتظار طبعا الرسمي اللي هو اول تجمع او اول لقاء ان شاء الله اكيد في وجود طبعا الراجل. هو اول تجمع المفروض يعني في مباراه يوم 27 المفروض في الاجنده الدوليه 27 مارس. انا مش عارف احنا هنلعب في نفس اليوم هل في الفتره هتبقى كافيه؟ لسه دلوقتي طبعا البرنامج ده هيتعرض على الراجل بالظبط. هو الراجل جاي يوم الاربعاء كابتن اسامه؟ المفروض ان هو يجي يوم الاربعاء. فانت عارف البرنامج انت عارف الوقت ضيق مفيش نشاط بيتلعب فهل اعتمادك هيبقى على مين؟ اعتمادك على الناس اللي بتلعب. انت اكيد اللي هتختار اللعيبه يا كابتن اسامه. يعني ان شاء الله نتمنى ان احنا زي ما قلت لك نكون عند حسن الظن ونقدر لو تم الموافقه على المباراه في مارس في الاجنده الدوليه نتمنى ان احنا نكون عند حسن الظن ان شاء الله ونختار مجموعه تناسب ان شاء الله المباراه اللي احنا هنلعبها ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه والف مبروك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. في الفتره القادمه كابتن اسامه نبيه واحد من الشخصيات المميزه جدا خلقا وتدريبيا وكل حاجه، راجل مميز جدا ان شاء الله نتمنى له التوفيق ودايما بيريح اي جهاز فني معاه. اشتغل في نادي الزمالك مع كابتن حسن شحاته، اشتغل مع فييرا المدير الفني البرتغالي في الزمالك، مع كابتن حلمي طولان، مع كابتن شوقي غريب في منتخب مصر، راجل مميز جدا وهو دلوقتي مدير فني في الانتاج الحربي. طيب ناخد تليفون اخير عشان نخش بقى في الفقره العالميه. معانا مين؟ حمد البحراوي من بورسعيد. محمد البحراوي، ازيك يا محمد؟ عليك السلام، اخبارك ايه؟ ازيك يا كابتن؟ الله يخليك. ازيك يا محمد، اخبار بورسعيد ايه؟ والله. الله يخليك يا محمد، الله يخليك. بقول لك كابتن هو يعني طيب التليفون قطع شكله اتكسف. احمد دعبس من شبرا الخيمه بيقول لك اتحاد الكوره بيضحك علينا، كابتن كريم انت شبه احمد فتحي وانا بحبك وانت اعلامي ناجح جدا. ده عبد الرحمن ولا عبد الرازق مش مكمله. طيب حافظ بيقول لي لا ده واحد بيقول لي هو حافظ افريقيا، فين ماني والجوزية كريم لو هنجيب اجنبي. محمود مصطفى من المنيا، مساء الفل. طيب يعني رسائل بقى كتير جدا فهنطلع فاصل وبعد الفاصل نروح للفقره العالميه في الكوره كل يوم النهارده ان شاء الله. يعني فقره جميله ان شاء الله تستمتعوا بيها باذن الله.